ممكن زيادة بسيطة خلال تحضير الوصفات يعمل فرق كبير بالطعمة. خصصنا الحلقة اليوم تنتعرف سوا على أطيب الوصفات والصلصات السخنة من المطابخ العالمية. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم يا شيف؟ اليوم كنت وعدتك من زمان حنعمل حلقة عن صلصات. اوكي. صلصات اللي هن وفي بوعدك يا شيف. ايه اللي الصلصات المعروفين على طول بنسأل عنهم شو يعني بشاميل، شو يعني صوص بلانش، شو يعني بيبر ستي، بيبر صوص، شو يعني مشروم صوص، شو يعني هول الأشياء اللي على طول الأشخاص بياكلوهم بالمطاعم أو بيطلبوهم بالمطاعم بس ما بيعرفوا هن فعلا كيف معمولين. مظبوط. حنعمل جو. جو يعني هي كلمة عصير. جوس. ايه جوس بس ما بتنقال بالانجليزي جوس بنسميها نحن براون ستوك بالانجليزي. أوكي. اما المرأة السمراء. اليوم عم بعملها بشقف بجوانح الدجاج. جوانح الدجاج فيها عظم. اوكي. هلا اكيد فيك تعملها فرغوش كامل بس بلا اللحم. بيتسحب اللحم عنه بيبقى العظم تبعه. عنا اي بنسحب اللحمه. ايه بينعمل كله بيبقى العظم تبعه، العظم تبعه بيتحمر بالفرن ليطلع منه كل الشوايب وبعدين بيتحمر ليصير عظم بني غامق قد ما فينا بلا ما نحرق. وساعتها بصير في عنا الصلصة طبعاً لتجهز. لنعمل هالصلصة مثل هيدا الطريقة. انت اليوم جوانح دجاج حمرت الجوانح الدجاج لانه اجمالا انه جوانح الدجاج ما فيها لحمة. لا قليل فيها لحمة شوي كمان بيستفيد منها القوة تعمت صوص تبعي بوقت اسرع. بس العظم هو اللي هيدا الطعم كله. هيدا هلا عم نعمل احنا براون ستوك اللي حنعمل منه بعدين بعد شوي مشروم صوص وبيبر صوص اللي هن على طول نحن بنشوفهم مطاعم. اول شغله بنتحذر كيف نعملهم يا شيخ لغي بنقول بدنا بيبر صوص لانه وزياده فهيدي هي. حنشوف هلا كيف نعمل. اول شيء حناخذ بصل كرافس كرات جزر. يعني مثلا هيدا هيدا الصوص انا فيني اعمله وحطه بالفريزر مثلا 100% بصير اطبخ فيه اي طبخه جاهز. مش اي طبخه، هيدا للصوصات فيك تستعمليه. ما فيني اعمله مثلا للرز على الدجاج او لا نحن بنحط بلو بندوره وغبه بندوره. الرز على الدجاج بنعمل له مرق ابيض بس يعني اللي هو هلا خلال الحلقه بتخبرنا هذا هو عادي بس مسلوق. هيدا الفكره بالبراون ستوك اما الصوص السمراء اللي بنعمله اما المرق الاسمر اللي بنعمله لل بيبر ستيك او مشروم ستيك او اي شيء من هودي التفرعات بنستعمل لهم ستوك اسمر بيكون خضره محمره والدجاج محمر فبيطلع لونها اسود. مزبوط.